الحداد لمن هنا بلمسة واحدة، السعيد لمن وناجم يطلب الكرة في الجهة اليمنى، يفضل العودة لأشرف داري. ماذا يفعل داري بعد ذلك بالرأس؟ التدخل، تصل مرة أخرى، محمد وناجم يدخل بها، يلعب للسعيدي، السعيدي ونصير، السعيدي يرفع، السعيدي يرفع، فرصة الحداد يفعلها، الحداد يهز الشبكة الرجاوية، الحداد يهز مدرجات مراكش، اللون الأحمر زاي في مدرجات مراكش في المدينة الحمراء، هي مباراة الأحمر، هو هدف الأحمر. اسمع إلى الحداد يزور الشباك الرجاوية بلمسة واحدة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، السعيدي يرفع، خطأ في التغطية، كنترول بالقدم اليسرى، سدد، سدد في المرمى الرجاوية، وجيبها، جيبها من الشباك يا أنس، جيبها من الشباك، الحمرة تتقدم، الوداد يفعلها، سيد الدوري المغربي، سيد الدوري المغربي يصنع التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، والجماهير في المدرجات تنادي، تنادي ودادي، ودادي لك حبي وفؤادي، هكذا تتعالى الأصوات بعد هدفك يا الحداد، بعد هدفك يا الحداد في الديربي رقم 125، هكذا عاقبهم الحداد بعد أن أضاعوا ركلة الجزاء، هكذا يا كرة القدم يا غاريدو، هكذا يا كرة القدم يا غاريدو، أضاع